صعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا كل الصعايب بيدنا تسهل بعونه ربنا إنصاف زاوية سيد مكي حرش ولد عبو منطقة فلاحية شحال تقريبا ديال الوقت وانت بادية المشروع ديالك الإنصاف؟ أنا دابا شي 3 شهور باش بديت في الجيش مي ديجا كنت دايرة العجولة كنت دايرة الأبقار أحبس دابا باش نجرب هذا المشروع وعلاش نكبر وكتحسي بأنه السير ديالو غادي مزيان في الاول كيجيك صعيب ولكن راه غادي مزيان سورتو هاد الدوسيمي الاخرى الدوسيمي الاخرى كيبان لك بعدا راه حقاش مني كتبدا حتى الجهه تبدا لي غير المرقد نجي هو من الدكاله لهنا يحبس البيض تبدا لي العلف يحبس البيض خصو واحد اوتوماتيكمون بحال بنادم ملي كتحطو في شي بلاصه اخرى ما كيولاش خاصو شي ادابتا فيهم لي شونسيون ديال هذا البيض هذا البيض ياك ها انت كاين البيض انواع دابا هاد الشوالي دوكالي هادي هادي ديالي انا ديال الشاوية هادي هادي سميتو الفرق بيناتهم هو الوزن والوزن كولور ماشي لا كولور لا كولور ماشي شي حاجة حقاش هو بلدي 100% بلدي ما كنهضر فيك واش حنا في ثمنها شحال تيبقى دابا 36 جملة 36 جملة 36 جملة 36 ريال هذا مطلوب دابا السيمانة الجاية غادي يدير جدران السيمانة الجاية جوج دراهم قريب جدران السيمانة دير جوج دراهم صافي مزيان الناس دابا اصلا كلشي واغي بيو باغي غير البيض اللي حقاش دابا ولا البيض مخلط كاين الحباشي كاين داك البيض اللي كيديروا الرومي كي يبيضوا ولا الناس بغاو هادشي بيو يبغوا يلجوا لي فير ويشوفوا البيض دوريجي راه بيض دجاج بلدي يشوفوا بعيني ماشي شو ياخذوا من السواق ولا من الحوان فهمتي اللهم الواحد كي يربي الدجاج راسو يصيد شي بيو علاش كان الانتاج ديال هذا المشروع لانه الناس باغيين اليوم كاين طلبات بالنسبه للسوق تاع عندك دابا طلبات بزاف داكشي علاش راه طبعا شكون كيحتاج هذا البيو شكون كيحتاج على المستوى التغذيه ديالو واش كيطرح هكا بشكل عادي كيبغي يهبش كيبغي التراب بحال هكا كيبغي التراب والشعير كتعطيه الشعير كنعطيه الشعير الرويزه الرقيقه شحال تقريبا دابا الوقت ديال المشروع هو شوف ضروري ولكن ضروري واش غدير انا قد ما عطيتي قد ما كيعطيك هو الدجاج بلدي خاصك تعطيه دي طرومو الاولين عند 4 شهور الاول شحال شحال غادي تشهر الا كانت في اللوز صغير 4 شهور كتكبر شهور كبدا البال انتما كتاخذهم في اللوز لا انا خديت نص في اللوز نص خديته نص كبير نص كبير المرحله الاولى هي 4 شهور الاولى 4 شهور الاولى خاصك تعتني بها 4 شهور الاولى فاكسان ديالها على الفيروس ديالها ولا ديالها مصطفى هو اب ديال انصاف وواحد من داعمين المشروع ديال الدجاج اللي هو بيو تبارك الله كيفاش عجبك كي جاتك التجربه السي مصطفى مزيان وباقي الله يلا باجي يلا كتستافد
وبيان سو تما عندكم ديما حلقات ديال 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 تناقشوا الدجاج في مفصل الدجاج في العائله كوتي ديالك شي عندنا يوميا نتغدى حتى في الغداء في الغداء كتدخل لنا داك الشيء. واش كاين دي فورماسيون ولا غير كبدا؟ لا في الاول انا خديت شويه درت شويه تعلمني على راسك ولكن هما مع الخبره ديال بكري ماشي بحالنا. تعلمني على راسك شويه الانترنت شويه كتمشي لي فارم كتشوف تسول تعلمني على راسك. هذا المشروع ربما ما عندناش بزاف ديال البيون. ما عندناش هنا بزاف الشيء. عندنا الرومي. عندنا الحبشي كثير. الحبشي. الحبشي ولا غنتي بقى المشروع اونيك الوحيد اللي كاين هنا في المنطقة هذه ديالنا. كاين في الدكالة اللي كاين بزاف بن سليمان. الدكالة وبن سليمان. ولا الجربية. داكشي علاش كاين مونك ديال الزبير بيو. الشاوية ما فيهاش. الشاوية كاملة كاع. درتي بالنسبة للمستقبل درتي واحد الخطة عمل شحال غادي يكلفك انك توصلي للدجاجة؟ درت تقريبا عندي. كاين درنا بلون داكسيون اللي كاين ديال نعم باش غادي توصل ل 1000 دجاجه. خاص شنو هما لي زيتاب وشنو لي بروسيدي؟ شنو غادي خاصك؟ لي زيتاب ولي بروسيدي؟ واو لي بروسيدي غي سيغ غادي تشري غادي تشري الدجاج خاصو بعدا كاين توجد لي لوكال ديالو تما صافي لي فيني الضمان مزيان توجد لي بعدا كاين اللوكال ديالو وديك الساعه راه يا تقرق يا غادي تشري الباكتي وغادي تقرق ودوا شي حاجه رخيصه وما كلتو بسمه دابا الظروف الطبيعيه دابا مثلا كلتو ما كاينش برا لا كندخلو في الليل لا كندخلو في الليل كوري مرض بيان سي راه سينو راه مرض كندخلو هو خاصها يكون مغطى من فوق باش ما تحطش مازال غنغطي ولا شي كامل المرحله الاولى هي تنجات باقي المرحله الثانيه والمرحله الثالثه ياك احنا غادي مزيان دابا كتشتغل على انه الدجاج يزيد اكثر هذا هو اللي مهم دابا الكونتيتي باغي لا كونتيتي الكونتيتي والعدد الثاني حتى دابا الصيف كيكون رخيص الكونتيتي العلف خاصك تخزن العلف اللي هو الشعير 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 فقط دابا الشعير كيدير 30 فرنك صايب دابا غادي 30 فرنك القنطار 300 درهم دابا وصل 100 درهم 30 اورو 30 اورو القنطار 30 اورو القنطار وشحال تياكل فيها يعني على حساب 100 دجاجه شحال كتاكل 4 ايام 4 ايام هاد الدجاجه تاكل واحد 4 ايام تاكل بحال هكا وعندها افونتاج زوين ديال الكوري تري كونتيتي كثيره ديال العلف تخزن في العلف عندها فين كاين الشوك ماشي الشاكو عندها بحال ديبو ستوكاج عندها هاد كتاخذ كيطلع لك موشار 100 درهم ماشي 60 فرنك الثلوث الثلوثين 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 سي باسكو انك انتي حيت دايره المرحله الاولى المرحله الثانيه مازال ما وصلتيش لها ولا شنو احتياجاتك دابا باش يمكن لك تبيعي تبدا تدخل في السوق مازال خاصك تكبر تكبر باقي خاصك الدجاج نوصل ل1000 ل1000 دابا انت شحال عندك تبارك الله شي 200 شي 200 190 200 وشي حاجه لا 200 وشي حاجه بعد كاين الاخرين الصغورين وسميتو ما تقدرش تحسبهم دابا انا راح ندير حده خاصه بدي يعني حريفيه حريفيه دابا هذه الدجاجه دكاليه بالغه دي كتبيض ميزتها شنو هي كتكون كبيره كتكون زينه مليحه كتكون كبيره في لاطاجه عندهم زوينه يعني البيضه ديالها كتكون كبيره عندهم بيض كبير وصحيا صحيا شنو الميزه كتكون صحيحه عندهم تما مرقدين هذا نموذج ديال العائله المنتجه اللي بطبيعه الحال حنا كمعهدوا لي الاقتصاد الالهام تنراهنوا على هذا النوع من المشاريع اللي كتشتغل العائله كلها في مجال ديال تربيه الدجاج غادي نمشيو للمستوى الاخر يعني شنو كتقرا شنو بغيتي منا المستقبل شنو يكون ان شاء الله العدد بعدا كاين خصنا نوصلوا ل 1000 العدد خصنا نوصلوا ل 1000 هذاك خصنا نوصلوا ل 1000 ريهان هو نتوصلوا ل 1000 داك الشيء ما كثرات الكونتيتي كمان مزيان كما كثرات غادي تلعب على المشروع ديك الساعه مدخول غير كثير غادي تخدم مزيان خرجت 800 بيضه ولا 700 بيضه هذا في النهار مزيان هو كيبيض كل نهار مره يوميا عندك 1000 غتبيض لك واحد 800 واحد 800 عندك 80% كتبيض لك 80 شي فزيزه انا بالي مازال غنجي باقي خاص مازال غادي نصوب الجمع يضل محلز بالعواد بالعواد كنتسنى المعلم يجينا يتسنى مازال وباقي خاص شويه سميتو مازال نصوب لهم بحال هذا شويه وشويه سيوله خاص شويه سيوله بحال كتوقعوا انه خاص ديال السيوله باش تكون عندك 1000 دجاجه ولحد الان شنو نقول لك بهذا الشيء لي طابو هذا الشيء راه وصل واحد 45 وصلت واحد 45 ميل تل 50 ميل كاع
هذه البلاستيك بالشبكه بالعلف باش تشرا بالستوب اللي كان كلشي سيكوريتي زير كم كاميرا سيكوريتي فين هما كاميرا انا كنتكلموا دابا على مشروع مشروع الان اللي مكلف الان يعني كلف 4000 دولار حتى 5000 دولار اللي كلف هذا المشروع ومازال المشروع يعني بطبيعه الحال يعني العائله محتاجه انها تطوروا والافاق انها توصل 1000 فروج 1000 دجاجه اعتبر انه 1000 دجاجه الى وصلت 1000 بيضه لا انتاجيه يوميه ديال واحد 750 حتى 800 درهم استيماسيون ديال 800 درهم تقريبا واحد 750 بيضه حتى 800 بيضه كاع في النهار في النهار وقول واحد شنو نقول لك واحد 800 درهم 800 درهم غندخلكم لي غرون سيرفاس 700 بيضه 800 بيضه واحد شويه واحد شويه مويان موزه اه مويان موزه كاين دابا طلبات كاين طلبات على الجن نعم سيت بيو بيو ودجاج شنو الطلبات شنو لي غون سيرفاس لي بغيني باغيين يتعاملوا معكم غير باقي كاين شنو نقول لك لي ريستورون اصبحنا ما تلقى ضعف في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا هويا 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 ردد معاي وقول ما في مستحيل رددها وانقلها لجيل بعد جيل ردد معاي وقول ما في مستحيل رددها وانقلها لجيل بعد جيل وعقولنا هي رؤوس أموالنا ما قلت لك هذا الزمن أصبح لنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا بالعزم غنينا بعونه ربنا إيماننا بأفكارنا أحيا الأمل فينا فينا هذا الزمن أصبح لنا ما تلقى ضعف في قلبنا لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا هويا هويا وطن بنجازنا احنا الشباب نفتح لجل اهدافنا مليون باب نبني الوطن بنجازنا احنا الشباب نفتح لجل اهدافنا مليون باب نوقف على الارض ونجاري هالسحاب في معجم الانجاز نتحدى الصعاب لنا شباب وكلنا بالعزم غنينا